Rasulullah SAW bersabda, "Iqra' al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat menjadi penolong. "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu 'amilussalihati wa amanu bima unzila 'ala Muhammad." وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالكم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما خياد. وَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَضُرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله ولن يجره